ولي اجى لعنا هذا الشاب اجى لعنا ولي على قامتي هذا وصل لعنا خير امي شوفي لا ما في شيء ما في شيء بس كنت بدي اخذ من فريحه شغله ونسيتها فريحه فريحه اجى الشاب فريحه اجى الشاب لهون مين مين بده يكون هداك الشاب شو لك الله يقطع عمرك ان شاء الله لتكوني قلتي للشاب تعا خطفني لانه جايين يطلبوني مو سكرنا على الموضوع اه مو على اساس سكرنا على الموضوع وليه شو راح يصير اذا اجى لهون لك يا ربي شو بدنا نعمل وبركي هلا طلع لفوق لك كيف بده يطلع لفوق يعني انت عارفه شو بده يصير يلا دقي له يلا حاكي حاكي بسرعه وخليه يروح مسكر امي رح اشوفه انا لازم روح واحكي معه ايه ولك انت جناتي لوين رايحه امي لازم احكي معه قبل ما يطلع والا اذا اجى لهون يعني نحن اثنيناتنا ما رح نخلص اذا بتريدي ماما اوف يا فريحه شو اعمل فيكي ما بعرف شو اعمل فيكي انا استني استني شوي بس لشوف استني استني امشي معي امشي تعي تعي معي تعي محمد نحن رايحين على سوبر ماركت واذا سال ابوك خبره ماشي ماشي اسحبي الشاب على الجنينة وهنيك احكي معه اتفقنا؟ انا عم راقبك ها؟ فريحة؟ شو بوشك؟ ما في شي تعال معي لحتى نحكي